ومنها عبادات قلبية، وإن أفضل العبادات القولية هو ذكر الله عز وجل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. إن من أعظم ما يذكر به الإنسان ربه هو الاستغفار، كما قال جل وعلا: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأمته، فقال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وأمر الله تعالى أنبياءه عموما بالاستغفار، فأمر الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام فقال جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وداود عليه السلام قال تعالى عنه في كيفية استغفاره ودعائه لله جل وعلا وإقباله على الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. نوح عليه السلام يقول: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إبراهيم عليه السلام كان يقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آدم عليه السلام كان يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.